لو موسم واحد بس نتعب شوي لبين ما يتغير حالنا الاقتصادي، والحمد لله تغير ومشي الحال وامورنا بخير. فجأة الصندوق دعم كامل، انتاج كامل ما خلى مستلزمة انتاج الموسم الحنطة وما دعموا. اللي انشا الفلاح من الصفر، من تحت الصفر، عفوا من تحت الصفر انشوا الى ان يقوم بزراعة ارضه. زادت مساحة الارض المزروعة، انتاج زين، تحسن وضع الفلاح، صار اموره جيدة، صار يقوم حاله السنة الجاية تلقائيا لحاله، كون أول سنة كلها مجانية. كان له دور الأكبر بتدريب السائقين من ميكانيك ومن حدادة وعلى طريقة الزراعة وبشكل عام على صيانة الجرارات وزيانة الحصادات، يعني صار الواحد يقدر يرفع عيلته، يشتري لهم لباس، يأكلهم أكلة كويسة. الزراعة مهمة 90% بالبلدان، يعني في زراعة في إيراد وفي اقتصاد وفي معيشة وفي استقرار بالبلد.